أحسن يوجا الشهير بالكابتن حسن علي ده بقى يعني هنا عشق. طبعا مدربي في نادي الترسانة فترة مش قليلة، يعني هو كان البهجة بتاعت التمرين، البهجة بتاعت النادي. يمكن كان الواحد بيروح التمرين عشان يشوفه، يعني عشان يقعد معاه الدنيا تبقى جميلة وحلوة وضحك وتهريج. طبعا مدرب شاطر جدا جدا، هو دلوقتي المسؤول عن قطاع الناشئين في نادي الترسانة حراس المرمى. أتمنى له كل التوفيق وأتمنى له حياة سعيدة. طبعا عشنا معاه فترة حلوة قوي في نادي الترسانة، الأساطير بتاعت نادي الترسانة كابتن حسن الشاذلي وكابتن مصطفى رياض كابتن ابو العز وكل الحبايب وطبعا عشنا فترة اللعب في افريقيا وحصولنا على كاس مصر، يعني ذكريات جميلة جدا مع كابتن حسن علي. كابتن حسن علي انسان ابو مي، انسان جميل جدا 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 ورائع وقلب ابيض زي البفتة. تاخد بقى من تحت ايده عربية تشتريها من تحت ايده، لأنه بيهتم بالعربية كأنها ابنه. عايز أقول لكم كمان إنه هو خد مني نمرة زمان كانت على عربيتي، كانت مية مية مية، فاكر أبو علي؟ مية مية خدتها وطبعا ما تتعزش عليك. أتمنى لك التوفيق والسعادة والراحة وأنت إنسان تستحق كل خير. حبيبي يا كابتن حسن. حبيبي أحمد.